اول مره جت جبتها لها من سنغافوره اكيد اللي يقول لك عارف يقول لك ايه يقول لك المرجان لو انتم رحتوا البحر يقول لك ايه شعب المرجانيه شعب المرجانيه في مصر اجمل اماكن العالم في المرجان دي مجرد القوارات دي لما تستخدم كويس وتبقى شكلها حلو تبقى لون مرجان يفضل بقى الطباز كل دي حاجات طبيعيه خلصت الطباز دي حاجه صناعيه للاسف انا قعدت ادور في مصر في 3 4 سنين رحت كل الكليات ودرست تكنولوجيا ودرست حجاره ما اعرفوش حاجه عن الطباز انا استوردت مجموعه من الطباز من المكتسب الالماني جابها لي من الهند ومن باكستان اللي انا عملت عليها الشغل اللي اقول لكم عليه بقى اللي هو المجوهرات الصناعيه دي عملناها الحمد لله في مصر ده الفيروز اللي هو السينا بالشكل ده ده اللي معكوت على كامون الجزء الجزائي ده فيروز كل ده بتتكلم عليه في اثار العالم ده العود